عندكم تشهد محاور القتال في طرابلس هدوءا حذرا تتخلله رشقات نارية بعد ليلة من الاشتباكات العنيفة على مختلف المحاور. أجرى الرئيس سعد الحريري مساء أمس اتصالا هاتفيا بالنائب. اعتبر رئيس الجمهورية ميشيل سليمان أن الاستقرار المنشود في الشرق الأوسط وفي حوض المتوسط يبقى متعذرا ما دامت إسرائيل مستمرة في تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني وفي تكريس منطقة الاحتلال والاستيطان والعدوان، وهو ظلم من شأنه تهديد ركائز الديمقراطية الناشئة في المنطقة. يستمر القصف الهمجي لكتائب بشار الأسد على المدنيين في سوريا وخصوصا على مدينة دارية في ريف دمشق، حيث أشعلت حشود غاضبة النار في المقر العام للإخوان المسلمين قرب القاهرة بعدما حاصرته وحاولت اقتحام الموجز إلى اللقاء. أهلا بكم. عقد مساء أمس لقاء مطول في المختارة ضمن نائب وليد جنبلاط ووفد من تيار المستقبل برئاسة رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة. اللقاء الذي أقيم على مأدبة عشاء حضره أيضا وفد قيادي من الحزب التقدمي الاشتراكي، وقد تخلله استعراض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، لا سيما مبادرة جنبلاط الحوارية. عاد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من إيطاليا ملغي هذا، وتشهد محاور القتال في طرابلس هدوءا حذرا بعد ليلة. في شأن آخر، عقد المجلس المدني لمدينة طرابلس اجتماعا في مقر دار الفتوى، قرر في ختامه الدعوة إلى مؤتمر صحفي يوم غد السبت استنكارا لتهديد مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار وتغييبه عن المدينة وتعمد الفلتان الأمني وترويع الناس وقتل الأبرياء وإثارة العواطف الثأرية والتحريضية وبث الشائعات الترهيبية وتعطيل الحركة الاقتصادية. كما سيدعو المجلس إلى اعتصام يوم الاثنين المقبل لمطالبة الدولة بتحمل مسؤولياتها في حفظ الأمن في المدينة. التقت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في دبلن نظيرها الروسي سيرجي لافروف والموفد الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي من دون الخروج بأي قرار حول. أيضا محادثات ثنائية مع لافروف تباحثا موجز إلى اللقاء. ينفذ أهالي المخطوفين اللبنانيين في ينتظر أن تنطلق اليوم في مصر 17 مسيرة باتجاه قصر الاتحادية الرئاسي فيما سمي بتظاهرة الكارت الأحمر بدعوة من أحزاب وقوى سياسية معارضة اعتراضا على الدعوة للاستفتاء وعدم تراجع الرئيس مرسي عن الإعلان الدستوري. في آخر التطورات السورية، تجدد القصف العنيف بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ على أحياء دمشق الجنوبية. الساحل الشرقي لليابان زلزال بقوة 7.4 على مقياس ريختر، وقد وجهت السلطات اليابانية تحذيرا من حصول موجات التسونامي بعد الزلزال. ختام الموجز، إلى اللقاء.